نروح بقى ل 2003 اللي بيفوز بمكسب كبير رباعية على بيراميدز في ملعب الناشئين بمدينة نصر، وكمان مع المكسب أداء أكثر من رائع. نروح نشوف رباعية النادي الأهلي في بيراميدز. رباعية النادي الأهلي في بيراميدز أحرزها أحمد أشرف هدف، وثلاثية هاتريك رأفت خليل. رأفت خليل ده اللي لعب مع الفريق الأول بالنادي الأهلي في كأس الرابطة، وبرضه ده من العناصر المبشرة الواعدة إن شاء الله هنشوفها في الدرجة الأولى قريباً.